بعد حريق ملولة اللي هو أول حريق اللي صار، الوطنيين اللي تم إجلائهم في تبرقة وتم وضعهم في مراكز إيواء خاصة، شنية وضعيتهم وكم العدد متاعهم؟ تحضر معنا في المباشر الناشطة في المجتمع المدني عن جمعية نساء تبرقة سيدة لميا المنصوري. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا. الحمد لله، شنو حوالك انت؟ الحمد لله قلوبنا معاكم وكنا متضمنين معاكم، وشكرا للمجتمع المدني اللي قاعد يبذل في مجهودات كبيرة الحقيقة. يعيشك يعطيك الصحة. والله نحن توا البارح في مركز الإيواء، هو معهد في معهد في المارس خاصته اللجنة في الكوارث باش يستقبلوا فيه المتشكلين ملولة اللي ومتشكلين منطقة الرمال اللي وصلت لهم النار، معناها تم إجلائهم في المعهد قرابة 150 شخص، معناها أغلبيتهم شيوخ وأطفال. توا نحن حاليا قاعدين نرجع فهم لديارهم، ديجا توا مرافقينهم، فما برشا تصدموا خاطر لقوا ديارهم معناها تمسك بالنار والكل، كما تعرف الاطفال يبكوا والصدمه، معناها واحد خاطر هما خرجوا وقت النار حاصرتهم ما يعرفوش على ديارهم كيفاش. نحن توا هنا في منزل واحد من المضرين ديجا معناها دار مشت بالنار، وربي يعاونهم ويصبرهم ويفرج عليهم. قداش العدد تقريبا موجودين في مراكز الايواء؟ تشمل واحد بالنسبة للمهد في المارس بتبرقة قرابة 150، حوالي 150 خاطر كما يجوا بعد يمشوا يهزوهم، يجوا يهزوهم عائلاتهم، يجوا 165 يكون في الكل، لما بقوا بيتوا 150 150 بيتوا عندكم في مركز إيواء وحيد جست معهد في المارس، ولا فما مراكز أخرى معناتها تم إيواء فيهم المتساكنين؟ المركز الأول هو معهد في المارس بتبرقة، والمركز الثاني بس الإعدادية الموجية. قداش فيها تقريبا هي أيضا؟ نفس العدد أنا تقريبا 300 شخص بيتوا البرة معناتها امبارح خارج ديارهم. هذوما اللي خارج كم شكون مشوا لأقاربهم، يعني هذا اللي معناها معنى العدد أكبر من هيك. العدد أكبر برشا خاطر مناطق كاملة، ما تنسيش منطقة الرمال هي منطقة كان برشا. شنو قلت لي؟ عاود لي لما صوت ضاع شوية. شنو قلت لي؟ منطقة الرمال معناها فيها كثافة سكانية مرتفعة، وحتى قرية ملولة معناها فيها عدد هام من السكان. وشنو الوضع توا؟ معناتها أنت على عين المكان، شنو الوضع تحديدا؟ والله توا معناها نسأل أكثر حاجة، معناها صدمة خاصة الأطفال خاطر هما راهم خرجوا من تحت النار، والناس كل مصدومين، النار معناها تلف كل شيء، معناها الغابات الكل اللي تعرف فيها نتاع ملولة وقت اللون الأخضر بهسك اندثر معاش كل شيء في المدحل. مازالت النار بعد شوية على المنطقة السكنية، أما مازالت فما النيران يعني موجودة، وزيد قوتها الريح، فما ريح. وهنا توا نحن ديجا نعملوا في مرافقة معاهم باش معناها وصلونا نحن لجنة حماية الكوافر وحافلات، نحن نرافقوا في المتساكنين هم تحت الصدمة، معناها كل واحد دخل لداره باش يقوم بجرد، مازالت عباد معناها تقوم بجرد. فما منازل احترقت بالكامل موجودة لغادي؟ اي فما منازل، فما مناطق ديزون، فما ديزون كيف مش غشير اندثرت، معناها مشت معناها منطقة سكنية كاملة اندثرت. اي منطقه سكنيه فما برشا سكان خاطر لما تعرفي في الجبل تلقاهم مجموعات مجموعات، يعني كل مجموعه مع بعضهم، فما برشا اماكن معناها مش موجوده. بالنسبه للملوله فما شويه الحمايه معناها انقذت الماكسيموم من المساكن. فهمتك. ربي معاكم وكل قلوبنا معاكم. كناش طفل المجتمع المدني ربما في الولايات الاخرين معناتها الوضع خير برشا فمش حرائق، شنو تستحقوا مثلا؟ شنو مستحقين الناس اللي موجودين في الديار هذوكم؟ نعرف المادة التضامن نجم كبير برشا بين المجتمع المدني في مختلف ولايات الجمهوريه، الناس تحب تعاون، الناس تحب على حتى اذا كان على قد ويحب يعاون الناس اللي موجوده لغادي. شنو المستحقات اللي يستحقوها الناس اللي موجودين في مراكز الايواء؟ بالنسبة توا نحن أكثر حاجة الحقيقة البارح مادة تضامن كبير، نشكر أهالي مدينة تبرقة اللي كلهم كل واحد معناها جاب اللي يقدر عليه لبيت، أما لكن توا معناها لا تم عدا معناها ما كانش ماء في منطقة ملول والمنطقة المحاصرة كلها بالنيران، ولا حتى اللي تحرق دفتتها هنا لا عندهم لا ماء لا ضوء، معناها أزيرو. فهمت كيف؟ هذه الحاجات المستعجلة، الماء والماكلة أهم حاجة معناتها، الماء والماكلة هذوك مبدئيا.
وباع باش تلقيه أزيرو ما عنده شيء. هاو كان تحبي بحذايا السيد دارو أو معناها من معناها تحربت له بالكامل ما يسالش. هاتوا ناخذه معك في المباشر. تفضل شكون؟ تفضل معك سي وليدة. الو سي وليد مرحبا بك، ربي يعوض لك ان شاء الله، الحمد لله على سلامتك وسلامه عائلتك وان شاء الله نقولوا ديما في المال ولا في الابدان. دارك تحرقت بالكامل؟ والله داري تنجم تقول نسبه كبيره منها برشا مشات، معناها ما حتى باش صحيح توا يعملوا في اجلاء يعطيهم الصحه، لكن ما نجمش ندخلها داري، ما فوتي ما عادش فيها ما تدخل. تحرقت لونتوراج الكل تكلام شيء على روحه، معناها ما احنا تو باش نشوف العائله وين نجم نحطها، سيرتو عندي صغار وتعرف الصغار معناها نخرج فيهم من النار. يا لطيف. حاوتتني من ثلاثة جهات النار، معناها عندي صنص واحد نخرج منها، كي خرجنا معناها صدمة كبيرة، حتى الأولاد ما نحكي لكش على اللي صاير. ان شاء الله ربي يخلف علينا، الله غالب ربي يعاود. شنو حوالها من الصغيرات توا السيده قالت لي فما صدمه؟ والله تحت الصدمه، والله تحت الصدمه العائله الكل. ريت الصغار، والله كيف الصغار كيف الكبار، واحد يدخل الدار ويدخل من الباب يلقى الدنيا معناه، حتى الكرلاج الكرلاج نتاع الدار طلع، الكرلاج نتاع الدار في البارتي اللي دخلت منها اللي هي بيت النوم نتاع الطفل، الكارلاج دي جام من ناحية نجموا يعينوا، فهمت، يعطيهم الصحة للفريق اللي جاء معنا رفقنا ويشوف الأضرار ويشوف معنا، ما بقى حتى شيء. توا باش نرجع نسكن ما نجمش، إذا ما نحطه في بلاصة أخرى ونشوفوا حل آخر. وكهو ربي يعوض، ربي يعوض. توا احنا الأرواح لاباس، الباقي كل مشاء، الباقي كل مشاء، والارواح تحت الصدمه زاد ايضا نفسانيا، معناتها العباد مصدومه والصغيرات ولا انا مش فاهمه حتى شيء. جاب معناتها فجاه انتم في ديارك شفتوا حريق هكا يشعل وما دون سابق انذار، معناتها اللي صار كانت بعيده برشا، فجاه ذي النار عمري ما شفتها. النار كلاتنا عام 94، النار كلاتنا عام 2000، من النار هذه جامي شفتها. نسكن البلاصة اللي جيت منها باش نهز عائلتي تقريبا 300 متر و 400 متر ماكسيموم، معناها كيما وصلت للدار ديجا تاكل تحت داري، خرجت للعائلة معناها ابين خرجت العائلة باش نجم نخرج الارواح ولا بالسيف، معناتها خرجنا بالسيف ديجا، كي خرجنا النار ديجا حوطتنا من ثلاثة جهات، معناها خرجت نهز في اللي قدامي واللي حاولت ما نجمناش نهزوا، وش نهزوا؟ هي النار بتاكل نحن، معناها لا 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 نهربوا احنا وكهو، معناتها هربنا احنا باللي 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 موجود بارواحنا وكهو، هذاك اللي نجم منعنا ومنعت الصغيرات ومنعت العائله وهذاك اللي نجم نقولوا احنا تو في الدار. دخلنا جينا ما كناش نعرفوا شنو هو وسط الدار، النار كلات كل شيء اللي برا، كل شيء. يا لطيف. من الداخل ما نجمناش نعرفوا الا ما جينا شفنا، تصدمنا نحكي لك. أول مرة معناتها في تاريخ المنطقة تصير كارثة بالطريقة هذه، معناتها صارت عام 94 وتعدت، مش هكا معناتها، مش بالحد هذه، ما كيف هكا، ماهيش كيف هكا، صارت عام 2000 وكلات وماتت فيها أرواح، ما وصلتش للدرجة هذه، الدرجة هذه معناها غريبة برشا، حتى في الأفلام ما شفتهاش، النار تمشي بشكل رهيب جدا. تمشي قاعده تنتشر بشكل كبير برشا، بشكل مريب معناتها تقول انت، لانه الحمايه المدنيه اليوم الصباح قالوا فتحنا تحقيقات في الحرائق اللي صارت، معناتها تم فتح الحمايه المدنيه يعطيهم الصحه في النار الاولى، عملوا اللي واجب ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم والغابات والمواطنين والدنيا الكل، لكن اذا كان توصل هي ثم ديبوش شاعله وثم دي بريفيزيون انها نهار الثلاثاء باش توصل لدرجه الحراره حتى 48 وثم ريح غربي، وهذه الناس لأهل الاختصاص يعرفوها، احنا مواطنين عاديين وخذينا دي بريكوسيون الحمد لله، معناها شويه ما نخرجوش من الديار، معناها الحاجات هذه يعرفوها. اذا كان توصل انت عندك نهار الثلاثاء باش يصيروا الحاجات هذه الكل و80% من الحمايه فهمت تغادر المنطقه، معناها ما فهمتش، توا ما فهمتش اللي تبقوا
من الناس مش مسيطر عليها النار، حتى كان غير هو ما كنت كنت العيون الكل متوجهه نحو ملوله، لانه وامس تقريبا ما كان حتى حد يتصور انه في وشتاته وفي الزوارع باش يصير حريق، ولكن ما صارت اليوم في الولايات الاخرين، لانه يعني شفنا الامدادات كل كانت في ملوله نسيطروا على حريق ملوله ونخرجوا منها سلامات، لكن الله غالب صارت حريق اخرى في المناطق هذيا. ربي معانا، ربي مع الحمايه المدنيه، مع كل قواتنا اليوم اللي قاعده تسيطر على الحريق، ورب عليها مكه والحمد لله يا رب. الحمد لله والبركه في والبركه في اهالي وشتاته اللي صار بالضبط معناتها في وشتاته. فما فقيد مدير مدرسه، فوالا مدير مدرسه فوالا. على كل تضامننا معاكم، وربي يعوض ان شاء الله، هكش نجم نقول لكم ربي يعوض ان شاء الله، والحمد لله على سلامه الارواح. شكرا لفضلك الصحه، شكرا لك، نهارك زين، الى اللقاء. لما وصلنا معاكم لقانا حبينا نعيشوكم التفاصيل نتاع الناس كيفاش قاعدة تعيش ليمت هذيك، كيفاش قاعدة تواجه في الصعوبات اللي هما يعيشوا فيها، تحت الناس تعيش تحت النيران تحديدا، معناتها مع ارتفاع كبير وقياسي في درجة الحرارة، مع مجهودات كبيرة قاعدة توجه للشمال الغربي. ربي مع المواطنين، وربي مع وحدتنا الأمنية والمدنية اللي قاعدة تحاول